أعلن المتحدث باسم البنتاغون أن قائد القوات الأمريكية بمنطقة المحيطين الهند والهادئ عقد اجتماعا مع مسؤولين صينيين، مشيرا إلى أن قنوات الاتصال المفتوحة مع الصين ضرورية من أجل تقليل احتمالية حدوث حسابات خاطئة غير مقصودة من جانب جيشي القوتين النوويتين. أكد وزير خارجية اليابان أن كوريا الشمالية تواصل التصرف بشكل استفزازي باختبارات الصواريخ الباليستية الأخيرة وإطلاق قمر اصطناعي عسكري، مطالبا بيونغ يانغ باتخاذ خطوات ملموسة نحو حل القضايا التي تسبب عدم الاستقرار الإقليمي بما في ذلك برنامجها النووي. أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بدعم سلوفاكيا الثابت لأوكرانيا خلال العمليات العسكرية الروسية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وسلوفاكيا عملا سويا لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والحريات الإنسانية الأساسية. كما أعرب بلينكن عن تطلعه لاستمرار التحالف الوثيق بين البلدين. أعلنت القوات الروسية استهداف مبنى في دونيسك بصواريخ إسكندر بالتزامن مع انعقاد اجتماع لقيادة القوات الأوكرانية فيه. كما أعلنت الدفاعات الجوية الروسية تدمير مسيرات أوكرانية استهدفت العاصمة موسكو. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه وجه إلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مقترحات بشأن استئناف صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مشيرا إلى أن تلك المقترحات قد تكون أساسا لاستئناف صفقة الحبوب كما تضمنت عددا من الحلول المحددة بشأن ما يثير القلق لدى روسيا. قالت رئيس مجلس أعمال تجمع بريكس بوسي مابوزا إن انضمام مصر للبريكس من شأنه منح قوة كبرى للتجمع وأيضا لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تحتاج إلى أن تصبح حقيقة واقعة، والإعلاء من شأن البنية التحتية التي تربط دول إفريقيا، كما من شأن ذلك أن يعزز طريق القاهرة كيب تاون حيث هناك العديد من الدول التي سيمتد عبرها هذا الممر والتي يمكنها أن تحقق الاستفادة من هذه البنية التحتية. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مساء أمس اجتماع لاستعراض تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات ومناقشة آلية برنامج توطين هذه الصناعة في مصر، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون هناك خريطة طريق بتوقيتات محددة لإنشاء مصانع للسيارات في مصر، مؤكدا أن الدولة مستعدة لتقديم حزمة محفزات بشرط سرعة توطين هذه الصناعة وتشغيل مصانع السيارات المطلوبة ضمن استراتيجية توطين صناعة السيارات. عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعين لمتابعة تقدم تنفيذ المشروعات الجديدة لزيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية بمصفاة تكرير مادور وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، مشيرا إلى أهمية توسعات زيادة الطاقة الإنتاجية بالمصفاة وضرورة تطبيق الوسائل التكنولوجية والأفكار غير التقليدية لتقليل التكاليف والعمل بالتوازي على الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته.